في خطوة داعمة وهادفة لحماية المرأة ضد الصراعات، أعلنت الأكاديمية السويدية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2018 للطبيب دينيس مكويغي والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد تكريما لجهودهما لإنهاء استخدام العنف ضد المرأة كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة. ويأتي فوز الطبيب دينيس تكريما لجهوده ونضاله بعد أن كرس أجزاء كبيرة من حياته للدفاع عن ضحايا العنف من النساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية في زمن الحروب، وعالج آلاف المرضى الواقعين ضحية لمثل هذه الاعتداءات الغير إنسانية. أما الناشطة نادية مراد البالغة من العمر 25 عام والتي تنتمي للأقلية الأيزيدية هي الشاهدة التي تحدثت عن هذه الانتهاكات التي ارتكبت ضد نفسها والآخرين. هذا وقد رحبت الأمم المتحدة بالإعلان عن جائزة نوبل للسلام ووصفتها بالرائعة، ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال حفل يقام في أوسلو في 10 ديسمبر بالتزامن مع ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل. وتعتبر جائزة نوبل مجموعة من 6 جوائز دولية سنوية تمنحها عدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديرا للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي.